السكشنز اللي فاتت اتكلمنا على ثلاث حاجات اساسيه في السي في بتاعنا. تعالوا كده نفتكر احنا كنا كاتبين ايه في الجوب اوبجكتيف مره ثانيه. احنا ابتدينا في الجوب اوبجكتيف بان احنا كتبنا اعلى ديجري احنا وصلنا له. بعدين جينا في السكشن اللي بعده اتكلمنا على الايديوكيشن بتاعنا ان ديتيلز. تاني حاجه كنا كاتبينها في الجوب اوبجكتيف وهي توتال الاكسبيرينس بتاعتنا من غير ما نوضح اي حاجه. جه الوقت اللي احنا نكتب ده ان ديتيلز. وهنا هنتكلم على سكشن الورك اكسبيرينس. يعني ايه ورك اكسبيرينس؟ ورك اكسبيرينس معناها الخبره اللي عندنا. وهنا محتاجين نفوكس على حاجه صغيره قوي. ورك اكسبيرينس دي هنكتب فيها اي حاجه ليها احتكاك بالامبلويرز او بسوق العمل. زي ايه؟ زي لو احنا اشتغلنا فول تايم، بارت تايم، او حتى فريلانس جوبز. فكل الحاجات دي احنا ممكن نكتبها هنا. مهم قوي هنا الطريقه اللي احنا هنكتب بيها سكشن الورك اكسبيرينس ده. ومهم ان احنا كمان نوضح ايه هي الحاجات اللي احنا كنا بنعملها، هي الاتشيفمنتس اللي احنا عملناها او الريسبونسبيلتيز اللي احنا كنا مسؤولين عنها بشكل او باخر. فانا هكتب مثلا ان انا ترينر، هكتب ان انا كنت سيلز او ايا كان ايه اسم التايتل او اسم الشغلانه اللي انا كنت بشتغل. بعد كده هبتدي ان انا هكتب المكان اللي انا كنت شغال فيه، اسم الشركه اللي انا كنت شغال فيها. وفي الاخر خالص زي ما عملنا في سكشن الايديوكيشن هنبتدي ان احنا نكتب الديتس او احنا كنا شغالين في الشغلانه دي من امتى لامتى، ولو احنا لسه شغالين فيها فاحنا هنكتب كلمه present. هنيجي بعد كده ومحتاجين ان احنا نكتب هنا زي ما قلنا الاتشيفمنتس، الحاجات اللي احنا عملناها حققناها او حتى responsibilities اللي احنا كنا مسؤولين عنها. ولكن واحنا بنعمل ده احنا بنكتبه في صوره bullet points. يعني ايه bullet points؟ يعني في نقط زي ما انتم شايفين دلوقتي. مهم قوي واحنا بنكتب الريسبونسبيلتيز او الاتشيفمنتس بتاعتنا ان احنا نبقى بنستخدم الاكشن فيربس. يعني ايه الاكشن فيربس؟ يعني احنا مش هنبتدي نكتب I was responsible for كذا او I was managing كذا، احنا مش هنعمل كده. كل اللي احنا محتاجين ان احنا نكتبه وان احنا هنخش في الموضوع ده، هنكتب ان احنا managed x او coordinated x organized x and whatsoever. احنا بنستخدم الاكشن فيربس. اكشلي لو احنا دخلنا على جوجل دلوقتي وكتبنا action verbs for CV او resume يجيب لنا اكشن فيربس كتيره قوي متقسمه على حاجات كتيره ممكن نكون بنعملها في الشغل عموما. فنقدر ان احنا نشوف ايه من الاكشن فيربس دي مناسب للحاجه اللي احنا بنعملها او للريسبونسبيلتي اللي احنا كنا مسؤولين عنها. هاويفر لو احنا عندنا اي اتشيفمنت احنا عملناه، زي ان احنا مثلا شغالين اتش ار، فممكن ان احنا نكتب احنا عملنا كام انترفيو، احنا كنا مسؤولين عن الايفالويشن لكام شخص، الريكروتمنت بروسيس كانت عامله ازاي، احنا اللي حطينا الكريتيريا او لا. كل شغلانه بشكل او باخر ليها حاجات احنا بنعملها. فبدل ما انا هكتب ان انا مسؤول عن الريكروتنج في المطلق وان انا اللي بعين الناس او ان انا بعمل لهم انترفيوز او ايا كان، فانا هكتب ان انا عملت انترفيوز لعدد اكس. ده الارقام بتفرق، فده ممكن نعتبره كاتشيفمنت. لو انا شغال في الماركتنج او في السوشيال ميديا او ايا كان، ممكن انا اكتب هو انا عملت كام ماركتنج كامبين، طب انا عليت الريتش بتاع الانتيتي اللي انا موجود فيها دي من قد ايه لقد ايه، ايه الايدياز الجديده اللي انا عملتها، لو في اي امباكت انا عملته بشكل او باخر في الانتيتي اللي انا موجود فيها، فدي برضو من الحاجات اللي احنا ممكن نكتبها. ولكن لو احنا ما عندناش اي حاجه من الحاجات دي فاحنا بس ممكن نكتفي فور ناو بالجوب ريسبونسبيلتيز او بالتاسكات اللي احنا المفروض ان احنا نعملها، اللي هي عاده بتكون موجوده في الجوب بوستنج اللي احنا اصلا مقدمين عليه. مع مرور الوقت ومع مرور الاكسبيرينس نبتدي ان احنا نعدل في البوليت بوينتس اللي احنا كتبناها ونكتب الاتشيفمنتس او الريسبونسبيلتيز او الحاجات اكشلي اللي احنا عملناها بالفعل مش اللي احنا مسؤولين عليها في المطلق. وبكده يبقى احنا اتكلمنا على الورك اكسبيرينس زي ما قلنا، سواء هي فول تايم بارت تايم او حتى فريلانس. واجن مهم قوي ان احنا نكتب الديسكريبشن، لان اوقات كتير قوي ممكن نكون شغالين في تايتلز معينه ولكن الحاجات اللي احنا بنعملها مختلفه تماما عن المسمى اللي احنا عارفينه. في السكشنز الجايه هنبقى بنتكلم على نوع تاني من الاكسبيرينس، وهو لو احنا عندنا انترنشيب او حتى اشتركنا في ستودنت اكتيفيتيز هنعمل ايه.